انتظر اجابتك. صار خلونا نتابع حبه المشاهدين. قرار نهائي اتخذ كابتن علي وهيب لا رجعة فيه. شوف انت القرارات طبعا صعبة جدا، مو من سهولة تتخذ قرار وبعدين يأخذ عليك انه تراجعت به. احنا بالعراق عادي واحد يتخذ قرار واصير يرجع. انا اتخذت قرار يعني هو مصيري وحاسم، وكل جماهير الطلبة تعرف طبعا هو اليوم الموضوع صار كله على الطلبة، انه انا ما اعمل بنادي الطلبه بوجود او ظل وجود هذه الاداره. هذا القرار القرار نهام من سنوات. يعني اليوم الطلبه اذا احتاجتك الاداره وجهوا لك الدعوه. بهذه الاداره لا صعب. ما تحضر تماما؟ ماكو توافقات ابد ولا لحظه. توافقات فكريه ذهنيه؟ لا لا اي لا اكو ماكو من العمل يعني ماكو توافق بالرؤى والافكار. صعب جدا انه تعمل مع اناس هم وين وانت وين، صعب جدا يعني افكارهم تختلف عن افكارك ورؤاهم تختلف عن رؤاك. بصراحه تشوف نفسك انت افضل منهم؟ لا الافضليه الله عز وجل ويحددها مو اني. ولا شنو؟ لا شنو السبب؟ اشوف انه كل واحد عنده بقرارات نفسه يمكن يكون قراراته صح وانا اشوفها خطا وهي وجهات نظر قناعات. فاشوف انه النادي يمشي بالشكل السلبي وفق قرارات هي خاطئه او وفق تصرفات شخصيه خاطئه، لذلك انا يعني من ادخل وياهم بالتاكيد راح اتقاطع وياهم فانحسب عليهم. من هالناحيه انخب عدم قبولي بالانضمام للنادي هو الافضل وهذا صح. اذا القرار النهائي اللي ودليل واضح كابتن علي وهيب بحياته وما يتراجع عنه نعم. عدم العمل مع الإدارة الحالية لنادي الطلبة نعم. حتى وإن وجهت له الدعوة. نعم حجي واضح. والدليل صراحة. خلال السنوات العشر الأخيرة وين نادي الطلبة؟ ما موجود. تراجع كبير. كبير بالمستوى. لكن ما نريد نتحدث عن الأمور حتى مثل ما تحدثت يعني نعم. أنه تتحول الطلبة الحلقة باسم الطلبة نعم. لكن نعم. كثير من الأمور أهم الإدارة جاي تعاني صراحة نعم.